السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدكتور كليبان كي داير لاباس عليك؟ يا مرحبا بك لاله زهراء. شي بخير العائلة ياك لاباس؟ الله يطول عمرك بنتي. نشكرك بزاف على هذا البرنامج. العفو بنتي. رحمه ليك على كل دعوات ديالك الله يتقبل يا ربي. يا رحمن يا رحيم. عفاك الدكتور كليبان بغيت نسولك واحد السؤال. يا مرحبا. هو دابا اختي البارح قالت لي انا حلفت على واحد الحاجه وحلفت انها ما تمشي عند واحد المراه. نعم. ودابا خاصها تمشي ضروري تزور واحده اخرى مريضه عندها. نعم. وما عرفتش دير واش غاتمشي وبالنسبه للي حلفت ما عرفش. نعم بنتي. ما عرفتش واش فيها شي حاجه ولا لا. واخا بنتي باذن الله. ولا يحمى ليك بغيتك تدعي معنا تيسير الامور تيسلينا الامور الله يحمى ليك. يا ربي يا بنتي زهراء الله يسهل لك الامور يا ربي الله يسهل لك الجميع. الله يحمى ليك. واحد الوالد عندي شحال هذا بغات تهضر معاك ما كيشد ليها الخط وحتى دابا ما معاياش الله يحمى ليك. واخا تعطيني النمره ديالك. واخا بنتي انا ندوزك السطوندار يعطوها لك. واخا بنتي زهراء حافظك الله ورعاك الله. بنتي زهراء جوابا على سؤالك الفقهي اختك حلفت وأقسمت بأنها لن تزور هذه المرأة ولن تفعل ولن تفعل. هذا يسمى اليمين. اليمين إذا كانت في الشر كأن أقول مثلا أقسم ألا أزور عائلتي، أقسم ألا أعطي فلان طعاما، أقسم ألا أفعل. إذا كان القسم والحلف على أمر فيه ضرر أو فيه شر أو يدعو إلى قطيعة رحم فهذا ملغي لا قيمة له، لأنه يدعو إلى أشياء محرمة أصلا فهو لا قيمة له. ومع ذلك إذا أردنا أن نكفر فربنا أعطانا إما أن نطعم 6 مساكين وإما أن نصوم 3 أيام وإما أن نعتق رقبة. طبعا عتق رقبة ما بقاش في زماننا هذا، وصيام 3 أيام سهل لمن أراد أن يصومها، وخصوصا يصوم أيام البيض 13 14 15 في الشهر فيها أجر وتواب وفيها صحة وعافية وفيها علاج وفيها كفارة. من لم يستطع فليطعم 6 مساكين. والترتيب هكذا، الترتيب يكون بالصيام أولا، ويكون بعده بالإطعام، ويكون بعده بالعتق. فنبدأ بالصيام أولا، من استطاع أن يصوم 3 أيام كفارة على هذا الحلف. فإذا لم يستطع أن يصوم فليطعم 6 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني 6 وجبات غذائية. فإن لم يجد فليعتق رقبة، وهذا كله خير بإذن الله. أما إذا كانت اليمين الغموس اللي هي محرمة، هي كنحلف على شيء قد وقع، فعلت شيئا وأقسمت أنه لم أفعل، أو قمت بعمل وأقسمت أني لم أفعل، هذا يسمى اليمين الغموس، وكأني غمست يدي في الدم والعياذ بالله. هذه تحتاج إلى توبة صدوق وخالصة لوجه الله وندم شديد، تسمى لأن فيها كذب وبهتان والعياذ بالله. وخير الأمور باش ربي يسر لك الأمور هو كل إنسان كل صباح يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم اقض لي أمري كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. 3 مرات. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم اقض لي أمري كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم اقض لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. هذا الدعاء وهذا الذكر إذا التزمنا به كل صباح 3 مرات فإن الله جل جلاله يجعل كل عسير علينا سهل يسير. وقد علمه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لفلدة كبده فاطمة الزهراء رضي الله عنها. فابنته فاطمة حينما تزوجت من سيدنا علي بن أبي طالب
وكان رجل مضياف ويأتي بالأصحاب والأصدقاء إلى بيته ويطلب منها أن تطبخ وتكنس وتهيئ البيت، ما عندها قدرة، ما عندها قدرة على تهيئة الطعام. أولا سيدنا علي كان فقير، من أين يأتي بالطعام؟ ثانيا إذا جاء بشيء من ذلك فعليها أن تطهو وتخبز وتعد. فتعبت، فالتقت بأبيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سمعت بأن القوافل جاءت ببعض الأموال إلى بيت المال، فقالت: يا أبتي، هل أمرت لي بسهم وبخادم من بيت المال؟ سهم بحال قلنا احنا في بلغتنا واحد لاغريمو، سهم من بيت المال وخادم، خادم يعينني على شؤون البيت. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك يا فاطمة على خير من ذلك؟ قالت: بلى يا أبتي. قال لها: إذا أصبحت فقولي: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم اقض لي أمري كله، وفي رواية شأني كله، ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. وفعلا بعد أن صارت فاطمة تقول هذا الكلام، ربنا فتح أبواب الرزق من عنده وهيئ الأسباب ويسر الأمور. فهذا مما يدعو إلى تيسير الأمور بإذن الله. قل: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم اقض لي أمري كله، ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. 3 مرات: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم اقض لي أمري كله، ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم اقض لي شأني كله، ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. هذا الدعاء وهذا الذكر إذا التزمنا به كل صباح 3 مرات، فإن الله جل جلاله يجعل كل عسير علينا سهل يسير. وقد علمه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لفلدة كبده فاطمة الزهراء رضي الله عنها. فابنته فاطمة حينما تزوجت من سيدنا علي بن أبي طالب، وكان رجل مضياف ويأتي بالأصحاب والأصدقاء إلى بيته ويطلب منها أن تطبخ وتكنس وتهيئ البيت، ما عندها قدرة، ما عندها قدرة على تهيئة الطعام. أولا سيدنا علي كان فقير، من أين يأتي بالطعام؟ ثانيا إذا جاء بشيء من ذلك فعليها أن تطهو وتخبز وتعد. فتعبت، فالتقت بأبيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سمعت بأن القوافل جاءت ببعض الأموال إلى بيت المال، فقالت: يا أبتي، هل أمرت لي بسهم وبخادم من بيت المال؟ سهم بحال قلنا احنا في بلغتنا واحد لاغريمو، سهم من بيت المال وخادم، خادم يعينني على شؤون البيت. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك يا فاطمة على خير من ذلك؟ قالت: بلى يا أبتي. قال لها: إذا أصبحت فقولي: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم اقض لي أمري كله، وفي رواية شأني كله، ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. وفعلا بعد أن صارت فاطمة تقول هذا الكلام، ربنا فتح أبواب الرزق من عنده وهيئ الأسباب ويسر الأمور. فهذا مما يدعو إلى تيسير الأمور بإذن الله. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.